والآن إلى أبرز ما جاء في بعض الصحف لليوم الأحد، ونبدأ من صحيفة الشرق الأوسط مع علي زين الدين، حيث عنوان انعدام الثقة يهدد فروع المصارف اللبنانية في الخارج بالإقفال، قبرص تفرض شروطا تعجيزية للسماح لها بالاستمرار في العمل. بلغت مجموعة المصارف اللبنانية العاملة في قبرص مرحلة القرار بالتخلي نهائيا عن شبكة وحداتها المنتشرة في الجزيرة بفعل مخاوف البنك المركزي القبرصي من ارتفاع حدة المخاطر الناتجة عن الأزمات المتفاقمة في لبنان وارتفاع حدة الضغوط السياسية الداخلية والقضائية في لبنان على القطاع المالي. وعلمت الشرق الأوسط أن الاتصالات التي تولاها مصرف لبنان المركزي ولجنة الرقابة على المصارف ومثلها محاولات إدارات البنوك المعنية لم تحقق أي تقدم في إثناء البنك المركزي القبرصي أو تليين موقفه لجهة الشروط التعجيزية التي فرضها على الوحدات المصرفية اللبنانية لقاء السماح لها بالاستمرار في أنشطتها في الجزيرة، ويرتقب في ضوء تعثر يرتقب في ضوء تعثر الجهود أن تعمد السلطات النقدية في وقت قريب إلى إصدار تعليمات مباشرة أو تعميم رسمي بعدم جدوى استمرار الأنشطة المصرفية المباشرة في قبرص بسبب انعدام فرص النشاط الائتماني أو التمويلي من خلال الموارد المتاحة في بند الودائع. وأشارت مصادر مصرفية ومتابعة للشرق الأوسط إلى توسع مستمر في ظاهرة الضغوط التي تحاصر الانتشار الإقليمي والدولي للبنوك اللبنانية وتحت مظلة الذرائع عينها، حيث برز في المستجدات استشعار إدارات البنوك اللبنانية العاملة في فرنسا توجها مشابها لدى السلطات النقدية لديها بفرض شروط قاسية وطلب ضخ احتياطات استثنائية وضمانات للحفاظ على أنشطة الفروع والمكاتب المصرفية التابعة. ومع ترقب الخروج الوشيك لتسعة فروع تتبع لبنوك لبنانية في قبرص يرجح انتقال أغلب محافظ الودائع إلى ثلاثة بنوك مملوكة من بنوك ومستثمرين لبنانيين إنما تحمل هوية قبرصية أو أوروبية في رخصها. نبقى أيضا في الشرق الأوسط ومحمد شقير، حيث كتب السنيورة ماضن في تشكيل لائحة بيروتية لعدم إخلاء الساحة لحزب الله وحلفائه. إن المواجهة وإن كانت محصورة في العلن بين اللائحة التي يرعاها السنيورة واللوائح المنافسة لها، فإن الوجه الآخر يكمن في الخلاف الصامت بين السنيورة والمستقبل بعكس كل ما يقال في العلن، سوى أن الحريري اتخذ قراره بإخلاء الساحة الانتخابية ترشحا لتحميل الآخرين مسؤولية أخذ البلد إلى الانهيار، وتحديدا من انقلبوا عليه وأعاقوا مهمة قوى 14 أذار سابقا بترجمة فوزها في دورات سابقة بتشكيل حكومة من الأكثرية على أن تتولى الأقلية، تقول مصادر محسوبة على المستقبل، أو تتولى على المستقبل الحريري بغيابه عن المبارزة لا يستهدف السنيورة وإنما الفريق الذي أعاق مشروع بناء الدولة لمصلحة الدويلة. علمت الشرق الأوسط بأن السنيورة قطع شوطا على طريق وضع اللمسات الأخيرة على لائحة المرشحين التي يرعاها شخصيا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبمواكبة كل من رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام الذي هو أيضا على اطلاع على المشاورات التي يجريها السنيورة من دون أن يلتزم بأي من الخيارات السياسية كونه كان السباق في عزوفه عن خوض الانتخابات. أما على صعيد الدوائر الانتخابية في شمال لبنان وتحديدا تلك ذات الثقل السني، علمت الشرق الأوسط من مصادر مواكبة للمشاورات بين ميقاتي والسنيورة أنهما التقيا قبل ظهر أمس في حضور الوزير السابق أحمد فتفت. وبحسب المعلومات الأولية فإن ميقاتي والسنيورة ينطلقان في غربلتهما لأسماء المرشحين من استبعاد التعاون مع مرشحين يمكن أن يشكلوا تحديا للرئيس الحريري، شرط أن لا ينسحب على نائب الرئيس السابق لتيار المستقبل مصطفى علوش الذي تقدم باستقالته للحريري، مع أن استبعاده يمكن أن يؤدي إلى تعثر التحالف، علما بأن علوش يتواصل حاليا مع الجماعة الإسلامية ولديه نية للتعاون في طرابلس مع مرشحات ومرشحين من الوجوه الجديدة التي تشارك في الاحتجاجات التي ينظمها الحراك المدني في عاصمة الشمال. والآن مشاهدينا إلى الأنباء الكويتية، حيث عنوانات عاصفتان تخيمان في سماء لبنان، ثلجية قطعت الطرق وانتخابية حامية حركت بحرارتها السواكن.
العاصفة الانتخابية الحامية ستطل رياحها ابتداء من الغد بإعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري أسماء مرشحي حركة أمل في الجنوب والبقاع وبيروت وضاحيتها الجنوبية. يقابلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإعلان عزوفه عن ترشح للانتخابات في عاصمة الشمال أو خارجها، وبترك الخيار لأعضاء كتلته النيابية بالترشح أو عدمه دون إلزامهم بالاقتداء به. وسيعقد ميقاتي اجتماعا مع كوادر تيار العزم في طرابلس اليوم ليضعهم في الأجواء. ويشهد اليوم إعلان رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل أسماء مرشحيه في الدوائر الانتخابية كافة، وغدا يعلن سمير جعجع أسماء مرشحي القوات اللبنانية أيضا في الدوائر كافة. في حين يبقى الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة في عين العاصفة الانتخابية، حيث يفترض أن يحسم الأمر بإعلان ترشيحه قبل منتصف ليل الثلاثاء، حيث نهاية المهلة غير القابلة للتمديد إلا في حالات استثنائية ضيقة. ويواجه السنيورة بيواجه بمعارضة واضحة من الرئيس سعد الحريري، الذي تقول المصادر المتابعة أنه على تواصل دائم مع أعضاء كتلة نواب المستقبل وكادرات التيار، حيث يحثهم على الالتزام بقرار العزوف. وقد انضم رئيس لجنة الصحة النيابية عضو كتلة المستقبل دكتور عاصم عراجي إلى عضوي الكتلة محمد الحجار ورولا الطبش، معلنا التزامه بقرار رئيس التيار سعد الحريري.